اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده معانا ملف وقصه وقضيه مهمه جدا، وزي ما احنا معودينكم دايما كده احنا مخلينكم معانا في قلب الاحداث، لان الاحداث القرويه في مصر دايما مليئه، ويبدو ان احنا مش داخلين على فصل صيف ساخن، لا احنا كمان داخلين على نهايه موسم في كواليس وتفاصيل ساخنه جدا. ملف التحكيم في مصر الحمد لله من دي وان، اول ما فتحت الملف ده من اول يوم واتكلمت على المشاكل اللي بتواجه التحكيم في مصر واسبابها ايه، وقلت يا جماعه القصه مش في قصه الحكم اللي بيصفر رايه، تسلل، هدف، ركله جزاء، القصه اعمق واكبر من كده. مين اللي بيدير الملف؟ مين المسؤول عن التحكيم في مصر؟ من هم اعضاء لجنه الحكام؟ هل اتحاد الكره دور في هذا الملف بشكل ايجابي ولا لا؟ هل تعيين خبير اجنبي هو مجرد صوره ولكن تبقى الكواليس فيها مزيدا من التفاصيل؟ النهارده انا جايب لكم قضيه جديده، وخدوا بالكم مع كل قضيه بطرحها بيبقى في صمت مريب في خمسه شارع الجبليه من لجنه الحكام. لن اوجه كلامي الى مجلس اداره اتحاد الكوره، لان انا بتكلم دايما على لجنه الحكام وشغلها الفني، صمت مريب. النهارده معايا قضيه ثانيه، ولكن قضيه النهارده متعلقه بكادر تحكيمي مصري ممكن الفترة اللي جاية نشوفه يبقى محاضر إفريقي، محاضر دولي، مدرس أو دارس زي ما بيقولوا، يدي محاضرات في الكورسات الخاصة بالتحكيم والحكام، لأنه هو حكم راح كأس عالم ومثل مصر في مباريات ومناسبات كبيرة جدا. ولكن لما تيجي النهاردة تلاقي أن لجنة الحكام المعنية بالحفاظ على صورة التحكيم وهيبة التحكيم وحقوق الحكام هي أكتر جهة لا تقوم بهذا الأمر، لا تقوم بهذه التفاصيل، بل بالعكس تسمع إن في كورس لمحاضرين الفيفا في مصر يوم 12/6، وتعرف إن لجنة الحكام أرسلت أسماء من أعضاء في اللجنة مش كوادر جديدة، يعني في ناس في اللجنة محاضرين زي الكابتن أحمد أبو العلا، زي الكابتن أبو خاطر، زي الكابتن تامر دري، هو حاليا ما اعرفش هو في اللجنه ولا مش في اللجنه، بس انا بديك بقول لكم الاسماء اللي كانت موجوده قبل كده او حتى موجوده حاليا. ولما يبقى في ترشيحات المفروض كوادر جديده، ناس جديده، هتلاقي مين مثلا افضل من الكابتن جهاد جريشه؟ راح كاس عالم. ايه المشكله يبقى محاضر في الفيفا؟ يحضر كورس المحاضرين اللي هيتنظم في مصر، وكورس هيتنظم في مصر، ليه ما يبقاش المحاضرين او الناس اللي هتاخد الكورس حكم واثنين وثلاثه واربعه؟ ليه ما تستفيدش؟ ليه ما تعملش كوادر؟ قضيه مهمه جدا لان حصلت فيها تفاصيل انا مش هحكيها، هتسمعوها من صاحب الشأن. معايا على التليفون الكابتن جهاد جريشه حكمنا الدولي السابق. كابتن جهاد مساء الفل. يا خير يا استاذ محمد، عليك وعلى كل مشاهدينك. اخبار حضرتك ايه؟ يا رب تكون بخير. والله الحمد لله، فضل ونعم ربنا. دي مقدمة قلتها للناس عشان تعرف ان في حاجة حصلت جوه اتحاد الكورة وفي لجنة الحكام محتاجين نسمعها من حضرتك وتشرحها بكل هدوء وببساطة عشان الناس تعرف ماذا يدور في ملف التحكيم. اتفضل. بمنتهى البساطة وبمنتهى الوضوح، انا عارف من الكورس ده من شهرين او 3 شهور فاتوا. اوكي. تواصلت مع المسؤول عن الكورس ده في الاتحاد الدولي، وارسلت ميل رسمي للاتحاد الدولي ان انا راجل السي في بتاعي كذا كذا كذا، فلو تكرمتوا الكورس اللي موجود في شهر 6 دوت انا اتمنى ابقى موجود فيه. يعني كالسي في بتاعي انا اتمنى ابقى موجود في الكورس دوت، وكده كده انا السي في بتاعي ان انا ادخل محاضر دولي زي زمايلي الحكام اللي معايا او سابوني كاس العالم دخلوا الكورس وخدوا كمحاضر دولي، فانا طلبت ده. اكيد. فتواصل معايا الراجل اللي هو مسؤول عن الكورس ده في الاتحاد الدولي، مسؤول عن اتحاد في اتحاد الكورس في افريقيا، يعني ما هو المسؤول عن القصه، فقال لي يا جريش انت حاجه مشرفه، وفي نفس الوقت انت فرصه واحد لعب الخبرات الكبيره اللي عندك ديت عشان تفيد الحكام الصغيرين الفتره اللي جايه تبقى محاضر معانا وانت ان شاء الله موجود معانا في الكورس. مباشره انا بعت الكلام دوت للاستاذ جمال علام ولجنه والاتحاد المصري لكره القدم عشان يحافظوا على مكاني في الكورس ده، لكن ده من 3 شهور فاتوا. من قد ايه؟ من 3 شهور فاتوا، الكلام ده من 3 شهور فاتوا. بعت للاستاذ جمال علام ان انا في كورس كذا كذا، التفاصيل كلها قلتها له. اوكي. والناس في الاتحاد المصري عشان خلي بالكم حافظوا عليا ان انا اللي كلمت وبعت ميل للاتحاد الدولي والراجل رد عليا بالرد دوت، عشان بعد 3 شهور في كورس موجود ما كانش لسه اتحدد مكانه مصر. في كورس موجود في شهر 6.
سبب فطوره وفي وانا انا يعني قلت لهم الناس مرحبه ومفيش مشكله خالص، سواء اتحاد مصري اتحاد افريقي او اتحاد دولي، وكلمت ديوي برضه مسؤول عن التحكيم في الاتحاد ديوي الافريقي. نورمانديز الإيفواري. اه قلت له ديوي الوضع كذا كذا، قال لي يا جريش مفيش مشكله، هتواصل مع الناس وانت كده كده راجل كادر معانا ومفيش مشكله. بالنسبه الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي ما عندهمش مشكله، فين تمام. المشكلة بقى؟ المشكله انا دلوقتي طبعا زمايل الحكام اللي كانوا معايا في كاس عالم 2018 واللي بعدنا كمان 2022 فيهم ناس خشت في الكورس دوت، سبقنا بيه فيكتور جوميز في اسبانيا، وبالصدفه البحت ان هو موجود في الكورس اللي جاي في القاهره ده، موجود كمحاضر يعني، هو ده اللي محاضر الراجل خلاص. اللي جه بعدي في التحكيم الافريقي، واللي راح خد المعسكر قبلي في التحكيم الدولي جاي محاضر، يعني انا لو موجود في الكورس هو محاضر ليا، اللي انا هو انا كنت حكم في النخبه ايه وموجود في الصف الاول، وهو لسه كان لسه طالع كحكم صغير طالع، لكن طبعا البلد عنده بتدعمه والدنيا عنده الدنيا مختلفه تماما عن عندنا يعني. المهم النهارده فوجئت ويعني ان النهارده اتبعت الدعوات لكل الناس، وجالي لسه كامله من زمايلي اللي موجودين فينا، موجود في الكورس طبعا حكام من كل الدول الافريقيه اللي موجوده، منهم من ناس كانوا معايا في كاس عالم، فبعتوا لي كويس. الدعوه وانا اسمي مش موجود في الكورس. كل اللي عملته ايه؟ طبعا قلت له ربنا يوفقك ومفيش مشكله، رحت بعت للراجل المسؤول عن الكورس في الاتحاد الدولي، يا فلان الفلاني عشان اقول اسمه، عشان هو رجع لي على فكره مره تاني وبيلومني ان انا نشرت ده، لان اللي بعت له راح لامه، انت ليه بتقول لي جهاد اللي حصل والتفاصيل اللي بينه وبينك؟ يعني البوست اللي على الشاشة ده يا كابتن جهاد راح للراجل اللي انت كنت تواصلت معاه كمان. ايوه، ما انا اقول لحضرتك اللي حصل، انا الراجل ده تواصلت معاه قلت له انا ليه انت ما قلتش، ما انت قلت لي انا موجود في الكورس، انا ليه ما جيتش؟ قال لي ده حصل، انا بعتنا الكلام ده وترد علينا بالكلام ده، بعته لي. فقلت له شكرا، انت كده كتر خيرك، انت مش غلطان في حقي، ولا الاتحاد الافريقي غلطان في حقي، ولا الاتحاد الدولي غلطان في حقي، انا حقي هاخده من بلدي. طيب حضرتك لما تواصلت معاه وسألته اترد عليه من مين واتقال له ايه؟ اترد عليه بالمنظر، هو يعني قال لي الاتحاد بتاعك الفيدريشن بتاعك مش سبورت ليك، لان اتبعت الكلام ده، وترد عليه بالكلام ده، الكلام ده اتبعت لي، فانا نزلت بوست. فوجئت بيه هو بعد البوست ما نزل، انت ليه بتبعت لي اجريشن، انت ليه نزلت الكلام ده؟ قلت له سالت سؤال واحد، الكلام ده حصل والله ما حصلش؟ قال لي حصل. قلت له مين اللي قال لي؟ واحد في لجنه الحكام المصري، هنا هو اللي تواصل معاه بعد انت هو كتبت تواصل البوست. مع المسؤول عن الميلات او مسؤول عن كده، وانا عارف ان الحاجات دي موجوده في المسؤول عن الميلات او اللي بيرد يمين وشمال، هو احمد ابو العيل في كابتن اللي احمد ابو الحكام العيلة المصري. المدير الاداري للجنة اعتقد، صح ولا؟ هو اللي مسؤول عن الايميلات، مسؤول عن الرد، مسؤول عن الحاجه اللي رايحه واللي جايه في لجنه الحكام. هو حط اسمه مكان حضرتك في الكورس اللي جاي؟ للاسف انا هو انا فوجئت بيه جوه الكورس، والغريبه يا استاذ محمد الراجل ده واخد الكورس قبل كده. ما هو يعني محاضر. انت كمحاضر دولي موجود اصلا، محاضر دولي الكورس مش هيزودك حاجه، لكن انت منعت فرصه على مصر، يعني انت منعت فرصه تانية على مصر. طيب الراجل بعد طبعا لما نزلت البوست بعت لي تاني، قال لي يا جريش انت ازاي تنشر حاجه زي كده؟ قلت له انا الكلام ده حصل ولا ما حصلش؟ قال لي حصل. قلت له خلاص، انا راجل بدور على حقي دي جوه عندي في الاتحاد بتاعي، بطالب بحقي عادي، في عندك مشكله في ده؟ وانا ما ذكرتش اسمك، انت راجل مسؤول في الاتحاد الدولي ومسؤول في القصه، لكن انت بتقول لي اللي حصل ايه؟ فانا اللي حصل ده يعني يمت الصله لي انا والاتحادي، انت بره الموضوع. قال لي خلاص اوكي وشكرا، السلام عليكم وعليكم السلام، خلاص والراجل بره الموضوع خالص. بس الكلام ده حصل؟ قال لي حصل، الكلام ده فعلا واقع حصل، والكلام ده مظبوط؟ قال لي مظبوط. قلت له خلاص انا ما نشرتش كذب، انا نشرت اللي حصل، وبالتالي بقى طالب بحقي في الاتحادي. طيب الكابتن احمد ابو العيلة رد عليه لما ساله عايزين جهاد في الكورس ده، فقال له جهاد مشغول مش فاضي بيحلل في احدى القنوات التلفزيونيه، وبالتالي هو حاليا لا يشغل اي منصب في لجنه الحكام، فمش هيكون موجود في الكورس. ده الرد اللي وصل لحضرتك. معناه ان الاتحاد مش عايزني، ما هو معنى الكلام ان الاتحاد او لجنه الحكام مش عايز توديني. فالراجل بالتالي طب مين انا فلحت الاسم بتاعه؟ ما علينا. النهارده الاستاذ جمال علام مشكورا، والدكتور ايهاب مشكورا تواصلوا معايا. اوكي. الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد، والدكتور ايهاب القومي، فقلت لهم يا جماعه انا ليا حق في الاتحاد المصري لكره القدم، حقي عايز اخده. قالوا لك ايه؟ استاذ جمال بصراحه قال لي هبعت اسمك ما تقلقش، بس انت ما اتشلتش يا كابتن جهاد وتحط مكانك حد، الاسم اللي جالنا هو احمد ابو العيله. قلت له يا فندم ما هو الاسم ده قبل ما يجي لك كان في حوارات حاصله في النص، الكلام ده حصل وبالتالي تم استبعادي قبل ما يجي الاسم، الكلام ده حصل من راجل مسؤول واتبعت الكلام اللي انا كاتبه ده يا استاذ جمال، الكلام حقيقه وحصلت.